الجديد في الذهب نقربوه منكم حتى نرضيكم، والبنات عندهم ما يوريكم. السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كنقترح عليكم اليوم هاد لاشين بوندونتيف ديال الشجره اللي كتجي على هذا الشكل، كتجي خفيفه وزوينه. غادي نحاولوا نشوفوها عن قرب البنات. كيف كتشوفوا معايا البوندونتيف ديالنا كيجي على هذا الشكل، دويوره اللي وسط منها هاد الشجره بحال هكا عندها بزاف ديال الغصون مع هاد الحجيرات في الجناب اللي كيجيو في البيض بيان سيغتي. البوندونتيف من اللور ديالنا البنات كيجي على هاد الشكل، شي حاجه اللي صحيحه وخفيفه وزوينه. درت لكم مع اون شين ديال النيلون اللي كيف كتشوفوا معايا رقيقه ولكن صح العمل، كتجي غزاله ويا سلام وانيقه في اللبسه ديالها اللي غادي نحاولوا نشوفوا. تابوناو فاش كتسناو، راه الذهب ملي كيتلبس عاد تيزيان ويبان. كيف كتشوفوا معايا البنات لاشين بوندونتيف من البوسه ديالنا كتجي على هذا الشكل، شي حاجه اللي انيقه وغزاله ورائعه. هذه البنات لاطي ستوندار 39 سنتيمتر، الا كان عندك عامر كتاخذي الطويله فيها 45 سنتيمتر زيده ب 50 درهم فقط. بالصحه والراحه وما تنسوش مجوهرات فتي طيبه حتى لعندك. باش يبقى يوصلكم الجديد ديروا جيم للصفحه ديالنا وتابوناو معنا، وغير بكليك كلشي بين يديك. بيجوتري فاتين ذايبي حتى لعندك.